مرحبا، تواجه صعوبة في تعلم اللغة الإنجليزية؟ عندك معاناة في الكتابة الإنجليزية أو الفهم أو تكوين الجمل وكتابة النصوص؟ إذا كانت هذه المشكلة عندك، اليوم راح نحلها سويا في دقائق. هناك فرق أساسي يجب أن تعرف به، وألا وهو أن هناك فرق بين أن تصبح معلم أو مدرس لغة الإنجليزية وبين أن تصبح متحدث وممارس لهذه اللغة الجميلة. إذا كنت تريد أن تصبح معلم أو مدرس للغة الإنجليزية، هذا الفيديو ما ينفعك. بإمكانك التوجه مباشرة إلى المؤسسات الأكاديمية مثل الجامعات والمعاهد حتى تتعلم أن تصبح تدريسي في هذه اللغة، وتركز على القواعد والأمور الأخرى اللي تساعدك على الإلقاء والتعليم باللغة الإنجليزية. أما الجانب الثاني، إذا كنت تريد أن تصبح متحدث وممارس هذه اللغة، فأنت هنا بالمكان الصحيح. خلينا نحل هاي المشاكل كلها في 5 نقاط أساسية لم تسمع بها من قبل في تعليم اللغة الإنجليزية على الأخص. زين، خلينا نبدأ من الأقل أهمية بهذه الـ5 نقاط، من النقطة رقم 5 حتى نوصل إلى النقطة رقم 1 ونتعلم هذه الطريقة الصحيحة لتعلم اللغة الإنجليزية، ونقضي تماما على الكسل والمماطلة وأيضا التأخير والمعاناة من هذه اللغة الجميلة اللي بإمكاننا نتعلمها بطريقة بسيطة، لكن الطريقة هي عادة ما تكون المشكلة الأكبر والعائق الأكبر في تعلم هذه اللغة. النقطة الأساسية اللي هي تكون لعله نوعا شائعة في تعلم اللغة الإنجليزية، ألا وهي قراءة الكتب. قراءة الكتب بصوت مرتفع، ضروري أن يكون القراءة بصوت مرتفع. طيب، إذا أنا أريد أقرأ بصوت مرتفع وأجي أواجه صعوبة في قراءة الكلمات باللفظ الصحيح، شنو الأسوي؟ هنا هذه النقطة الأساسية اللي راح تسويها، هي أنه تحاول تستعين بمكان معين، بطرف معين، بمكان بحيث أنه تستمع بنفس الوقت تتبع بالنص الموجود. هذا الشيء موجود في قناة سفيرس أكاديمي، عندنا كورس تعليم اللغة الإنجليزية من خلال القصص. هذا الكورس بإمكانك أنه تتبع القصة ونفس الوقت تستمع إلى اللفظ الصحيح، وبهذه الطريقة بعد مدة قصيرة اللي هي حسب وقتك طبعا، بعد مدة قصيرة إذا تتابع عدة حلقات، عندنا حوالي لحد الآن 25 حلقة وكل يوم راح ننزل حلقة جديدة بهذا الكورس. إذا تابعت هذا الكورس وتبعت مع كل القصص الموجودة، راح تتكون عندك ملكة القراءة. ملكة القراءة راح تأتيك بسبب شيئين. السبب الأول ألا وهو أنه أنت راح تتمكن من متابعة وإتقان اللفظ الصحيح للكلمات. طبعا بهذا الكورس طبعا أشرح وحدد وركز على جانب مهم، ألا وهو أنه أنت تكتب باستخدام القلم والكراس حتى تتمكن من الكتابة وأيضا اللفظ الصحيح بشكل جميل. بعد أن تابعت هذه القصص وقرأت، راح تتمكن بشكل كبير نسبة 90% من قراءة أي نصوص للمستوى المبتدئ والمتوسط. أي نص ما راح يكون عليك صعب. ليش؟ لأن هذا الكورس مليء بالمفردات الجديدة والعبارات السهلة، وراح تحفظها باللفظ الصحيح من أول مرة. هاي راح نركز عليه. إذن هذه خلصنا النقطة الأولى، ألا وهي القراءة والتتبع بصوت مرتفع. خلصنا من النقطة الخامسة، خلينا نروح للنقطة الرابعة ألا وهي أكثر أهمية، ألا وهي الاستمرارية. الاستمرار في العمل شيء أساسي لنجاح أي عمل بهذا الحياة، وبالأخص بتعلم اللغات نحتاج إلى الاستمرارية اليومية، وهاي الاستمرارية راح تلقاها في قناة سفيرس أكاديمي في كورس 1000 كلمة إنجليزية في دقيقتين. بهذا الكورس راح أشرح لكم عن أهم الكلمات الشائعة باللغة الإنجليزية، نأخذ على كل كلمة من هذه الكلمات أمثلة، ونأخذ أيضا أهم المرادفات، وكل حلقة مصممة أن نأخذها في دقيقتين فقط. يعني حتى لو ما عندك وقت باليوم، بإمكانك فقط الدخول على قناة سفيرس أكاديمي على الكورسات بلاي ليست، وتدخل على كورس 1000 كلمة إنجليزية في دقيقتين، كل يوم تستمع إلى حلقة وتحفظ هذه الكلمة طبعا بالأمثلة وأيضا أهم المرادفات باللفظ الصحيح. هذا الشيء أقل شيء تسوي يومية، حلقة واحدة أفضل من أن أشاهد 10 حلقات في يوم واحد وأظل أقطع لمدة 10 أيام. إذن الاستمرارية في تعلم اللغة الإنجليزية شيء أساسي. خير الأعمال أدومها وإن قل.
إذن هذا المسألة لازم تخليها ببالك، يجب أن تكون دائما مواظب مستمر في تعلم اللغة الإنجليزية حتى ما تفوتك الحلقات السابقة والحلقات القادمة. اليوم راح ننشر حلقة جديدة، بإمكانك الآن الضغط على إعجاب لهذا الفيديو وأيضا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تأتيك جميع الدروس السابقة والقادمة، واستمر دائما. خلنا ننتقل للنقطة اللي بعدها اللي هي أكثر أهمية، النقطة الثالثة. النقطة الثالثة وهي أكثر أهمية من سابقاتها، ألا وهي تحديد المستوى. تحدد مستواك باللغة الإنجليزية حتى تعرف من أين تبدأ. طبعا هذه مسألة بسيطة، بإمكانك أنت الآن أنت وتابعني تحدد مستواك. طيب راح أعطيك أساسيات تحدد من خلالها مستواك باللغة الإنجليزية. إذا كنت تواجه صعوبة في قراءة الكلمات البسيطة باللغة الإنجليزية، في قراءتها، في فهمها، إذن أنت بالمستوى المبتدئ. إذا كنت تفهم وتستطيع قراءة جمل كاملة، سطر كامل، سطرين، ثلاثة، نص صفحة، صفحة، صفحتين إلى أكثر، قراءتها مع بعض الصعوبات، يعني الصفحة ممكن أنت عندك 10 إلى 15 كلمة ما تفهمها، إذن أنت بالمستوى المتوسط. أما إذا كنت بالمستوى المتقدم يكون غير هذا، يعني تستطيع أنه من خلال الصفحة الكاملة ممكن 5 كلمات ما تفهمها وتحتاج إلى ترجمتها، إذن أنت مستواك متقدم. الراجع حين مستوى مبتدئ، عندك صعوبة بالكلمات، مستوى متوسط عندك صعوبة في الكلمات وخلال الصفحة الواحدة تقرأها بكتاب ممكن أن بين 10 إلى 15 كلمة أو أكثر بقليل أنه أنت ما تفهمهن، إذن أنت بالمستوى المتوسط. أما المستوى المتقدم غير ذلك، اللي أعلى من هذا، يعني يفهم كثير من الأمور، يستطيع المحادثة لكن يواجه صعوبة في بعض الجوانب، تكون مستواك متقدم. إذن هذه النقطة ألا وهي تحديد المستوى. الآن حددنا مستوانا باللغة الإنجليزية، ما هي النقطتين الأساسيتين والأكثر أهمية يجب أن تركز عليهم جيدا من الآن؟ هذه النقطتين هي مفصلية في تعلم اللغة الإنجليزية، إذا ما اعتمدت عليهن ما راح تتمكن نهائيا من تعلم اللغة الإنجليزية. خليك وياي، خل نروح للنقطة الرابعة. أما الآن خلونا نروح للنقطة الرابعة اللي هي مهمة جدا قبل النقطة الخامسة، ألا وهي تحديد هدف. لماذا تريد تعلم اللغة الإنجليزية؟ ولا أحد يعرف الإجابة غيرك أنت. إذن لماذا تريد تعلم اللغة الإنجليزية؟ فكر، هل للدراسة؟ هل للعمل؟ هل للهوايات؟ هل للتواصل مع الأصدقاء؟ هل للتعرف على ناس من دول أخرى؟ أم أمور أخرى؟ حدد هدفك. إذا حددت هدفك على هذا الأساس راح نبني قاعدة، ألا وهي أنه أنت تحيط نفسك بالجو اللي يناسبك، الشيء اللي أنت تحبه. الشيء اللي تحبه لازم تحدد هدف على أساسه. مثلا أنا أحب كرة القدم، راح أحاول أحفظ المصطلحات اللي تخص كرة القدم لأن شيء أنا أحبه. إذا كنت أحب التدريس، إذن أبحث عن المصطلحات التدريسية اللي تعيني على استخدام هذه اللغة. لا تنسى إذا شيء أنت حابه راح تقدر على أساسه تحدد هدفك. إذن ركز على تحديد هدف من تعلم اللغة الإنجليزية وحيط نفسك بهذا الهدف حتى تتعلم أكثر. إذا كنت تحب مثلاً الأفلام الوثائقية أو الأفلام الأجنبية أو الأغاني أو الأمور الأخرى، بإمكانك متابعة هذه الأشياء اللي ترغب بها باللغة الإنجليزية. غير لغة هاتفك على جانب النقطة الرابعة، لا وهي تحديد الهدف. حدد هدفك شيء أساسي. خلينا الآن ننتقل إلى النقطة الخامسة والأكثر أهمية من كل هذه النقاط اللي مرت علينا. إذا ما تسوي النقطة الخامسة فكل النقاط السابقة راح يكون ما إلهن معنى. لهذا السبب خليك وياي بالنقطة الخامسة. أما الآن مع النقطة الخامسة، ألا وهي أنه الشعور وقود الإنسان. الإنسان من يشعر بشيء راح يتحرك، من يتحرك راح يندفع بطاقة قوية جدا. يجب أن تمتلك النقطة الخامسة ألا وهي الرغبة المشتعلة في تحقيق الهدف. يجب أن تكون لديك حب، شغف، رغبة لتحقيق هذا الهدف ألا وهو تعلم اللغة الإنجليزية. لازم يكون عندك رغبة لهذا الشيء. من المستحيل أن تتعلم شيء أو تمارس شيء إذا أنت ما تحبه. إذا لازم يكون عندك رغبة مشتعلة لتعلم اللغة الإنجليزية حتى تتعلمها بشكل صحيح. إذا كان عندك رغبة مشتعلة راح أول شيء تحدد هدف، ثاني شيء تحدد مستواك، ثالث شيء سوف تستمر بتعلم اللغة الإنجليزية، ورابع شيء سوف تقوم
أيضا بالقراءة والكتابة والمتابعة باللغة الإنجليزية. إذن هذه الخمس نقاط عندنا أساسيات، راح تتعلم اللغة الإنجليزية 100% بوقت قصير جدا، لكن طبق هذه الخمس نقاط اللي قلت لك عليها. النقطة رقم واحد ألا وهي الأكثر أهمية، الرغبة المشتعلة. النقطة الثانية تحديد الهدف. النقطة الثالثة حدد مستواك باللغة الإنجليزية. النقطة الرابعة ألا وهي الاستمرارية، لا تنقطع أبدا عن تعلم اللغة الإنجليزية ولا توقف عن تحقيق هدفك أبدا. النقطة الخامسة والأخيرة وهي مهمة جدا أيضا ألا وهي القراءة والمتابعة. وكل هذه الأمور تلقاها في قناة سفيرس أكاديمي بشكل تفصيلي في الكورسات الموجودة عندنا، بإمكانك متابعتها والحفظ بطريقة الحفظ بالجمل. لا تنسى هذه النقطة، لأن إذا بديت بتعلم القواعد المملة الكثيرة راح تتعب وراح تمل. حدد أيضا مدرس خاص ألا وهي مثلا الدروس الموجودة راح تقدر تدخل لها وتتابعها بالتدريج حتى تحفظ أكبر كمية من المعلومات بطريقة الحفظ بالجمل. لا تضيع وقتك، لا تضيع طاقتك بأمور غير مهمة راح تضيعك. خليك مع قناة سفيرس أكاديمي، لا تنسى الإعجاب والاشتراك وطبق هذه الخمس نقاط، وألقاكم غدا في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.